بشكل عام وقت كان يجي بسوريا كان يغير الدنيا كلها من النفوس ومن الأجواء رمضانية والأهل والجيران. يعني حتى بذكر كنا نحن وصغار كانوا الجيران نعمل السكبة يعني إنه يصبوا لبعض وشو طابخين وهي. يعني اليوم مثلا نحن ساكنين بناية كلها رومان ما حد بيعرفنا إنه صايمين أو ما صايمين، حتى ما بيعرفوا عن صيامنا. عندنا مشكلة تانية مثلا مشكلة الدوام. يعني أنا مهنتي كطبيب، تليفوني بيرن من الصبح يعني، وفي من الصبح تقريبا من الدوام الطبيعي من الساعة 8 للساعة 5 بعد يعني عند العصر. هلا بسوريا كانوا أول يقلصوا عدد الساعات، يعني خاصة برمضان يقلصوا عدد ساعات الدوام الرسمي أو الدوام بالشغل. إحنا هون ما عندنا إياها. وبعدين العالم بشكل عام بسوريا كانت كلها صايمة، حتى اللي ما كان صايم يعني أول يستحي إنه يفرجي حاله إنه ما له صايم وكذا. لذلك يعني كان الجو العام إنه يساعدك على الصيام. عم نحاول يعني نحن مشان نحس بأجواء رمضانية نطلع الأولاد يعني العيلة نطلع ونروح على مطاعم سوريين، يعني مشان نجتمع مع السوريين ونحسس مع الصايمين العالم الصايمة مطعمنا بأكلنا بصوت الأذان بفرحة الصيام. يعني الإفطار يوم إنه كل الصايمين عم نطلع على بعضنا وإنه يلا أفطر أفطر أفطر، يعني الجو بنحاول نحن نعيشه. احنا المشروع هذا مشروع تجاري، بس في رمضان بنحوله لمشروع اجتماعي اللي فيه نستقطب فيه كل الجاليه العربيه والمسلمه والسوريه لا يحضروا اجواء رمضان ويعيشوا روحانيه رمضان من الموسيقى اللي هي من الفلكلور الشرقي، الاناشيد الدينيه، القران الكريم، صوت الاذان اثناء الفطور. بيجينا عائلات كثيرة عربية، ونحن هذا هدفنا وهذا الغاية منه إنه نجمع العائلات ونحاول نعمل منه يعني نادي أو منتدى لنستقطب فيه العائلات، يعملوا فيه العلاقات الاجتماعية، يعيشوا فيها التبادل لأنه الاجتماعي، لأنه ببيوتنا صعب شوي اللقاءات، لأنه أول شيء الفرق المسافات السكنية بين العائلات، ثاني شيء ضيق الأماكن ضيق البيوت يعني.